اهلا وسهلا بحضراتكم ساده مشاهدي ومتابعي التلفزيون السابع في كل مكان. بعدما ازل ستار عن فعاليات الجوله الثالثه من عمر الدوري الممتاز، دوري الاضواء والشهره والملايين، في لقاء سابق واحنا بنتابع مع حضراتكم حصاد الجوله الثانيه، قلنا عندنا امل ان عدد الانذارات المفروض يكون اقل في الجوله الثانيه الثالثه، والاهداف برضه يزيد الاهداف والتهديف يزيد. وبالفعل هو يمكن يكون فعلا طبعا اللعيبه يعني خدت بالنصيحه، فعلا عدد الاهداف زاد. نتمنى المعدل يكون اكتر من كده في الجولات المقبله، وبرضه وعدد الانذارات هو الشيء الايجابي اكتر من حاجه ايجابيه ان شاء الله في الجوله الثالثه. ان الشيء الايجابي ان مفيش ولا حاله طرد، ودي حاجة بنتمنى إن شاء الله إن ملاعبنا تخلو من حالات الطرد، وخاصة الطرد المباشر، لأن الطرد المباشر بيبقى فيه إيذاء وبيبقى فيه تعمد إيذاء، وده اللي إحنا مش عايزينه في ملاعبنا. وبالتالي ولا في طرد مباشر ولا في طرد الإنذار تاني، ولكن عدد الإنذارات أقل في هذه الجولة، وعدد الأهداف يكون أفضل نسبيًا. كنا في الجولة السابقة كانوا 15 هدف، النهاردة عندنا 18 هدف. أعتقد مع تقدم الجولات في الدوري الممتاز اعتقد هيبقى الامور هتبقى التهديف اكتر من كده. حصاد الجوله الثالثه سريعا، وبعد ما استعرض مع حضراتكم حصاد الجوله الثالثه ان شاء الله هنستعرض مع حضراتكم حصاد الثلاث جولات في اللي هم اقيموا في الدوري الممتاز. الجوله الثالثه شهدت 8 مباريات، وانا هقول لحضرتك ليه 8 مباريات. تم احراز فيها 18 هدف. الزميل احمد العاصي طبعا التغطيه دي هتاخدوا فيها تمام، فيها بصمات زميل احمد العاصي من خلال المتابعه والصور اللي هتشوفوها على الشاشه ان شاء الله. في 18 هدف في الجوله الثالثه، ما فيش ولا بطاقه حمراء زي ما قلت لحضراتكم، زيرو. 32 حاله تسلل معروضه معانا على الشاشه، وعندنا ركله جزاء وحيده اللي احتسبها الدولي محمود البنا لنادي الزمالك امام انبي في اللقاء الذي انتهى امس بالتعادل 1-1 بين الزمالك وانبي. عندنا 19 انذار، اعتقد ده رقم اقل كثيرا من الجوله السابقه، ويمكن يكون عندنا مباراه خلت تماما من الانذارات، هي مباراه الاهلي والداخليه. بقول لحضراتكم عندنا ايجابيات كثيره في الجوله الثالثه، عندنا ماتشين كانوا موجودين النهارده في البطوله في الجوله كان فيهم انذار وحيد، هي المقاولين العرب وفرقه وحرس الحدود وسموحه، كلاهما كان في انذار في كل مباراه فقط. تاني يبقى عندنا 8 مباريات اقيموا، هقول لحضراتكم ليه 8. 19 هدف ركله جزاء وحيده، 19 انذار اسف، 18 هدف بطاقه صفراء، مفيش ركلات جزاء طرد، 32 حاله تسلل، 4 مباريات تنتهت بفوز، مباراتين فقط انتهوا بالتعادل السلبي 0-0، ومباراتين انتهوا بالتعادل الايجابي. هستعرض مع حضراتكم نتائج الجوله قبل ما نروح لحصاد الثلاث جولات وللتشكيل المثالي. فكرة جميلة ضافها المسؤولين عن التلفزيون اليوم السابع في اعتبارا من الجولة الثالثة، هتبقى موجودة إن شاء الله معانا. أسوان والاتحاد 0-0، النتائج هتبقى معانا على الشاشة. أسوان والاتحاد آسف أسوان وغزل المحلة، فوز غزل المحلة بهدف نظيف. المصري وإنبي، فوز المصري البورسعيدي 2-0. الاتحاد السكندري سيد البلد وطلائع الجيش 3-1. المقاولين العرب وفرقه 0-0. حرس الحدود وسموحه تعادل بدون اهداف. البنك الاهلي فوز كبير على سيراميكا 3-1. الاهلي على الداخليه 4، فوز الاهلي على الداخليه ب4 اهداف مقابل هدف. وتعادل الزمالك وانبي و1-1، ودي مباراه من الجوله الرابعه لان تم تاجيل مباراه الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي وفيوتشر، عشان كده اقيمت 8 مباريات فقط في هذه الجولة، 7 مباريات من الجولة الثالثة، ومباراة وحيدة من الجولة الرابعة تم ترحيلها أو تقديمها إلى الجولة الرابعة، اللي هي الزمالك وإنبي اللي أقيمت امبارح، وتم تأجيل الزمالك وبيراميدز
في فعاليات الجوله الثالثه، والاسماعيلي وفيوتشر هيقام ان شاء الله، هيحدد لجنه المسابقات هتحدد فيما بعد مواعيدهم. عندنا حضراتكم بعد انتهاء الثلاث جولات برضو الزملاء في التلفزيون معانا برضو جهزوا لنا حصاد الثلاث جولات، وهيبقى ده نهج ان شاء الله. كل ثلاث جولات هيتم ان شاء الله نستعرض معاهم مع حضراتكم حصاد الثلاث جولات. 26 مباراه اقيمت في ثلاث جولات، لان جولتين فيهم 18 مباراه وجوله واحده فيها 8 مباريات، 26 مباراه. وعندنا 80 انذار، 80 بطاقه صفراء، واعتقد ان ده في ثلاث جولات رقم اتمنى ان شاء الله في الفتره القادمه انه يقل. عندنا 5 ركلات جزاء في ثلاث جولات، عندنا 47 هدف، نأمل ان شاء الله ان عدد الاهداف يقل. عندنا 3 حالات طرد فقط في الثلاث جولات، و 96 حالة تسلل. 3 جولات شهدوا تميز للمساعدين. انا يمكن كنت في لقاء سابق مع حضراتكم واستعرضنا بعض الحالات التحكيم في الثلاث جولات للمساعدين، كان ليهم دور فعال في الثلاث جولات وكانوا عندهم يقظه وموفقين جدا في اكثر من قرار خلال الثلاث جولات. وان كان في هدف امبارح تم الغائه للنادي الاهلي لكريم فؤاد حصل عليه جدل، وبرده بس ما زال الحكام الانذار الثاني والبطاقه الصفراء الثانيه فيها مشكله عند بعض الحكام، ما زال الحكام بتطبق تعليمات كلاتنبرج بالتنافس العادل والسماح بالالتحام المشروع، برضه ببعض الحكام بتطبقه بشكل خاطئ. لكن اعتقد مع الفتره اللي جايه في المباريات ان شاء الله هتبقى الامور افضل، خاصه ان احنا عندنا توقف حتى يوم 23 نوفمبر الجاري، طبعا عشان مشاركه المنتخب عنده مباراه وديه مع بلجيكا ومعسكر المنتخب الاول. بنتمنى له ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الاول. هنستأنف الجوله الرابعه ان شاء الله 23 نوفمبر بمباراه بيراميدز والبنك الاهلي وفاركو الاسماعيلي وفيوتشر واسوان في 23 نوفمبر. عندنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم برضو الزملاء التشكيل المثالي للجوله الثالثه هنستعرضه مع حضراتكم، لان طبعا هيبقى ده دائما وابدا موجود معانا في كل جوله. برضو لازم اقف عند حاجه مهمه جدا، ما زلت مصر ان قرار رابطه الانديه بان مان اوف ذا ماتش عقب المباريات، اعتقد دي بتعمل تنافس جيد بين اللاعبين، واعتقد ان ده يعني شايف ان ده ليها صدى كبير، وبدات يكون ليها في الملعب تركيز اللاعبين اكثر في ان هم يادوا، تركيز اللاعبين اكثر في الحصول على ان هو واحد فيهم يصل الى مناصب التتويج ويحصل على جائزه مان اوف ذا ماتش في كل مباراه، ودي حاجه انا شايفها كويسه. بقول لحضراتكم فعلا التغطيه او هذا اللقاء تم اعداده من الزملاء في التلفزيون بشكل جيد، يعني بما يتناسب مع حضوركم معانا ومشاهدتكم متابعتكم لينا وفي تغطياتنا الرياضيه. طبعا مصر بتستعد لاستقبال مؤتمر المناخ الاحد المقبل، بنتمنى ان شاء الله لمصر كل التوفيق، بنتمنى ان مؤتمر المناخ تمام ياتي بثماره، بنتمنى ان مؤتمر المناخ يترك صدى عند ضيوفنا بشكل جيد. بتمنى مؤتمر المناخ تمام يؤكد دائما ان مصر دائما دوله الامن والامان. هذا كل ما لدينا في حصاد الجوله الثالثه، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى ان القاكم في لقاءات قادمه لكم مني اطيب تمنياتي وارق تحياتي.